بناء على الإحصائيات والأرقام حصة الأسد كانت من نصيب البطل المتوج الاتحاد. ربيع أبو شقرة ومع كل التفاصيل نتابع. أبطال دور روشن هم أنفسهم الذين ضلوا الطريق في الأمطار الأخيرة للموسم الماضي. كانوا في الموعد هذا العام، أعلنوا عن أنفسهم منذ البداية وكتبوا النهاية بأحرف من ذهب. من المنطقي أن يكون نونو سانتو مع نجومه حاضرين في التشكيلة المثالية من ألفها إلى يائها، فمن يملك حارسا بمستوى جروهي حطم الرقم القياسي في نظافة شباكه ولم يتلقى سوى 13 هدفا في 29 مباراة، أو مدافعا وقائدا بمواصفات المصري أحمد حجازي، أو متوسطا ذو نزعة هجومية كالأرجنتيني إيغور كورنادو الذي لم يترك لائحة لأفضل أرقام الوسط إلا وكان حاضرا فيها، أو هدافا من طراز المغربي عبد الرزاق حمد الله العربي الذي تقدم على كل الأجانب في ترتيب الهدافين بعشرين هدفا، أو رومارينيو الحاضر في المناسبات الكبرى والقادر على فك رموز أعتى خطوط الدفاع وأكثرها مناعة. لاعبون آخرون في طليعتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي نافس الهدافين بنصف موسم، ومعه البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي تغلب على إصابته واستعاد الحس التهديفي الذي لم يصل إلى نهاية سعيدة مع النصر. حاله حال الهداف النيجيري أوديون إيغالو من الهلال، دون أن ننسى أليخاندرو كاكو لاعب التعاون ونجم الأرقام هذا الموسم في محور الوسط، أو المهاجم الدولي فراس البريكان من الفتح السعودي الأول في لائحة الهدافين. تبقى هذه الأرقام مجرد أرقام، والتشكيلة لا تتسع لكل النجوم الذين لعبوا دورا بارزا وكانوا أبطالا في فرقهم سواء في معركة البطولة أو معركة البقاء. ربيع أبو شقرة، صدى الملاعب. أستاذ عبد العزيز، من الطبيعي أنه تكون يعني معظم الأسماء من فريق الاتحاد البطل